نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الأعزاء. بالتأكيد القضية باعتقادي يعني ليست فقط قضية فقط أموال، وإنما باعتقادي أن هناك أيدي خبيثة تعمل على إبقاء هؤلاء المساكين في هذه المستوطنات والغير نظامية لاستخدامهم كأصوات انتخابية موسم الانتخابات. والحقيقة في الأمر يعني مشروع الإسكان الوطني الذي أطلق قبل يعني عام 2014 أعتقد كان كفيل بإسكان وإنهاء كافة العشوائيات في بغداد على أقل تقدير وبقية المحافظات. وفي بغداد كانت هناك مخططات كاملة وأراضي قد قطعت وتميزت ووضعت لها شروط العدالة، وعشر شارع بالكامل في مدينة الحرية تم بنائه من قبل شركات أجنبية لاختيار النموذج الأفضل للمواطنين يعني لمواطنين العراق. وبالفعل المعازل لا زالت موجودة وهي واطئة الكلفة، وتعهدت الحكومة وتعهدت فيها السياسية أن تكون هذا المشروع هو المشروع الأساسي ومشروع الإسكان الوطني العراقي. لكن للأسف الشديد يعني الأوضاع السياسية تغيرت والأوضاع الأمنية تدهورت والكتل السياسية جديدة وصلت إلى الساحة، وهذه الكتل تريد أن توظف هؤلاء المساكين كأصوات انتخابية وترفض إيجاد الحل لهؤلاء. فالقضية ليست أموال وليست قدرة العراق، ولكن هي مجرد سياسات خاطئة باستخدام هؤلاء المساكين كأوراق ضغط على الحكومة. نعم يعني دكتور سعد، إذا كانت